يا حاجي. أمرك مولانا. الله يرضى عليك، خلي الأعوان يجهزوا لي لوازم رحلة الصيد. داي أخلاقي كتير اليوم، طايش حجري، حاسس بالملل من هالقعدة على الكرسي. أمرك مولانا. وبعت لي ورا المستشار بالحال. ها ليك وينه؟ بالظاهر طنت أدانه وإجا لعندي ركيد. السلام على مولانا. وأهلا وسهلا فيك يا خلدون، قرب لهون، روح يا حاجب وحاول تقوم بالواجب. أمرك مولانا. آخ. أمر مولانا. يا خلدون يا خلدون، داقت خلاقي بين أربع حيطون، بين أربع حيطان، ولهالسبب قرت لحالي ليش ما بطلع أنا وياك ومنتصيد غزلان. أنا بالأمر مولانا. وإمتى بتحبوا تمشوا؟ هلا، ما بدها وقف المسألة. هلا؟ إيه هلا. شبك رفعت حواشبك وتهدلوا شواربك وكأنه هالطلب مو عاجبك؟ أعوذ بالله يا مولانا، شو مو عاجبني؟ بس يعني قصدي أنا، والله إذا مالك حابب ترافقني اتنمحق، ميت واحد غيرك بيتمنى هالشرف. استغفر الله يا مولانا، لا تسيئوا فهمي، رغبتكم بالنسبة إلي أمر، بس إذا سمحتوا لي بعد إذنكم يعني لازم روح خبر مرتي وارجع، مو مشان شي بس حتى ما يغلي قلبي علي. ومعلومكم رحلة الصيد بيجوز تاخد معنا 3-4 أيام. ولا يهمك، أنا ببعث لك مين يخبرها ويطمنها. كتر خيركم سيدي، بس ليكون بدك تاخد إذنها يا درسان. بالضبط سيدي، معلومك هي أم المؤمنين، وإذا ما رضيت علينا بتساوي حياتنا طين. هلا أنت رجال ولا ملك رجال؟ رجال سيدي رجال. الرجال أمره من رأسه يا أخي، مو من رأس النسوان. سيدي إذا بتريدوا صف مع جنب ولا تكتر حكي يا خلدون. مولانا كلها شغلة نص ساعة زمان، وما بظن إنه مرتي تمانع، وخاصة إني رايح مع جنابكم. صف مع جنب عم قلك، ولا تكبر المسألة قبل ما أعمل لك نقف الدين بهدلة تسوى حياتك. روح روح تلقح جنب مراتك، بركي بتجيب لك آخرتك. حاضر مولانا، أمرك أمرك يا حاجب. أمرك مولاي. جهزتوا لي موكب الصيد؟ موكب جاهز مولاي. بعت لي ورا صاحب الديوان. صاحب الديوان عم ينتظر مولانا. خليه يدخل. سلام تعظيم مولانا. أهلين ناظم، اسمع أنا رايح بعد شوي على الصيد وحابب شرفك بمرافقتي، بقى شو قلت؟ ليش أنا إلي رأيي بعد جنابكم ما أمرتوا؟ عظيم جدا، كتير منيح. أصبح لأقوم غير ثيابي وألبس شروال، لأنه بصراحة كلسوني عم يضايقني وكابس على نفسي، بينما الشروال فضفاض بريح المسائل والغراض. أما هلأ حاسس كأني لابس حفاض. بس يا مولانا في طلب صغير إلي من بعد إذنكم. شو هو؟ أولا بشكركم على هالشرف الكبير اللي منحتوني إياه، بس شو هو؟ بس الحقيقة طلبكم فاجأني، ولهالسبب يا ريت تعفوني من هالمهمة. اعفيك؟ شو السبب بقى؟ هو في سبب سيدي، مو ما في، ما اختلفنا في سبب، بس شو هو؟ سيدي مرتي مريضة، وما بتصور تغفر لي غيابي عنها وهي بهالحالة. وشو مرضة بقى؟ داهمها طاعون ولا صابها الفالج؟ أعوذ بالله من غضب الله، ألف لا بأس عليها سيدي، ألف لا بأس عليها. لكن شو بهالخانوم؟ سيدي فزت الصبح راسها عم يجعها، وشي مثل سيخ النار بجبينها عم يلسعها. يعني بدك تروح تاخد إذنها؟ هي سيدي الله يخليك، جنابك صاحب الأصول، وهيك الأصول بيقول. لك شو صاير لكم يا أهل الشام؟ وليش هيك حاطينا واطية للنسوان؟ يخرب بيت قلبكم على هالقصة. أنا يلي بفهمه إن الرجال هنن القوامون مو هنن الخوافون. سيدي المسألة مو مسألة خوف، المسألة مسألة تقدير مو أكتر. أنا تقدير هذا؟ هلا ما عاد تعرف تدبر راسك من هاليومين ثلاثة؟ لا، وخاصة انك رايح مع الوالي، مو رايح على اسطنبول تعمل رزالي. سيدي الله يخليك، انا بامرك، بس منين بامري؟ انت مو بامري منوب، انت بامر الخانم المصون. لك ليش لحقني على الدعسة؟ ليش لحقني؟ روح روح من قدامي، اللي عم وشي سقطت من عيني كما تسقط المشمشة المعينة من على الشجرة. روح. أمرك مولانا أمرك. الله معك، مع السلامة. وينك؟ اركض على البيت ركضها، لا تلتهي على الطريق، ولا تنسى تنقعل للخانم رجليها بالمي والملح، وتعمل لها مساج ظهر وعصر وصبح. أمرك مولانا أمرك أمرك. وإلا جناب الوالي بيقول لك سلامة راسك يا دلوعة، ريت الوجع على راسه تقبري عظامي. أمرك مولانا أمرك أمرك. يا حاجب. أمرك مولاي. مين في برا؟ قائد شرطة مولانا. خليه يدخل فورا. أمرك مولاي.
السلام عليكم مولانا. جمال يا جمال، شلونك عيني شلونك؟ داعي لكم بطول العمر سيدي. شو مخلي على شفونك؟ عفوا سيدي، شو اخبار اللصوص والمحتالين؟ خافين كثير يا سيدي، خافين كثير. والسجن صار لازم من قلب مدرسة، لأنه تقريبا صار فاضي وما عاد إجاني لصوص من عند القاضي. على هاللون رح تصفى بلا شغل. كله بفضل حكمتك الرشيدة يا مولانا. اسمع هلأ وبلا لعب الألفاظ، وحاجة تعمل بهلوانيات بالكلام مثل يلي عم يلعب جمباز. مروا سيدي مروا. ما دامت المدينة عم تنعم بالأمن والاستقرار مثل ما تفضلت جنابك، بقى شو رأيك ترافقني برحلة صيد لمدة 3-4 أيام؟ منه منشم الهواء ومنه منلعب رياضة سوا. شلون سيدي شلون؟ 3 أيام؟ إذا بدك منساويهم أسبوع، يعني على هوا البسط. إذا انبسطنا منمدد، وإذا شفنا حالنا مرتاحين منجدد. كتر الله خيركم سيدي على الاستفادة، يعني بس الحقيقة بهالروحات ما جرت العادة ما فهمت. فهمني. يعني يا سيدي أنا إلي الشرف بالسياحة معك، بس المصيبة مرتي بالبيت. شو بها مرتك بالبيت كمان؟ يعني معلومكم سيدي أفكات خانوم مرتي أخدتني عن حب كتير وما بتقدر على بعدي دقيقة. أنت ولا هي؟ بصراحة اثنيناتنا. والأصعب من هيك أفكات خانوم مرتي بتخاف علي كتير، ولما بطلع برات البيت بتقرأ المنجيات السبعة حتى أرجع بالسلامة، وما بظن تسمح لي بهيك رحلات. ولو كانت الرحلة معي شخصية؟ سيدي لأن معكم بتخاف أكتر، لأنه جنابكم معرضين للخطر أكتر مني، والإنسان ما له صاحب إلا وله 100 عدو. هيك لكان يا عيب الشوم، أفكات خانم بتخاف عليك من عشرتي. لا العفو سيدنا مو هيك، بس بالعكس يا جمال، أنا موكبي حصين وحراسي كتير كتار. طالما هيك وأحسن ما عم نجتهد على كيفنا، تسمحولي أسألها وأرجع؟ وما بعتقد بتخيبني. ولك شو صار لكم يا أهل المدينة؟ وشو قصتكم مع نسوانكم؟ إذا بدكم تسعلوا بتاخدوا إذن من نسوانكم، وإذا بدكم تضحكوا بتاخدوا إذن من نسوانكم، يمكن إذا بدكم تموتوا تاخدوا إذن من نسوانكم. سيدي احترام المرأة واجب. لا 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 لا، هذا مو احترام، هذا اسمه تكفير عن الذنب وبزر رماد بالعيون. يعني أنتوا عم تحاولوا تكونوا مطيعين وأوادم ومثل الأملة المفروكة قدام نسوانكم بالأمور الصغيرة وبس. أنا يا مولانا؟ طبعاً أنت، فكرك ما وصلني خبر أنك رحت مع وصيفتنا تركان وخيمتوا 10 أيام بسكندرون وأنتوا عم تنهلوا اللذات المحرمة؟ ومني صاركم خبر مولانا؟ ولك حل عن سمانة وروح وضعك على نسوانك مو على الحانة. سيدي الحق معك، رحلة الوالي شريفة مو مثل رحلة الوصيفة. دخيلك يا مولانا، دخيلك أحقن جيبوا سيري الأفكات. روح من وشي، روح اضحك على عائل مرتك، أي خرب بيتك منيح منها يلي هاطمتك. العمر القصة، معقول تكون أمور الشام بإيد نسوانا؟ يا عيب على شواربنا ويا حيف على الحانة. يا حاجب أمرك مولانا. جهز لي حصانين بدي روح أنا وياك مشوار. بمولانا الوالي، قسما بالله قسما بالله هلأ خطرت ببالي. شلونك عيني شلونك؟ منيح مولانا. شو مخلي على جفونك؟ ولا شي مولانا. أنا رضيان عنك كتير، وإذا راح تلبي لي هالخدمة راح أرضى عنك أكتر. أنتو ما بتطلبوا مولانا، أنتو بتأمروا أمر. هذا عشمي فيك يا طيب، أنت بتعرف تصطاد؟ لك مولانا لك، أنا روح قلبي الصيد بري بحري جوي ما بتفرق، المهم أني اضرب فشك وعلق طعم للسمك. براوو عليك براوو، بينتك رفيق للرحل جيد. سيدي العبد بيطلع للسيد. براوو عليك براوو. يعني بفهم من كلامك أنه ما عندك مانع ترافقني؟
عم تحكوا جد مولانا؟ بعلم انا يا خلق ولا بحلم؟ يعني معقوله مولانا يحسبني زلمه بين الزلم؟ قسما بالله ما لي مسد عيوني كاني عم احضر فيلم. سكر تمك لكان وامشي معي، شو مستني؟ لكن مولانا لو سمحتوا بقدر غيب دقيقتين وارجع، بيتي قريب، ما بعتقد اكثر من دقيقتين رح غيب. وليش بدك تغيب يا درسان؟ لاني بدي شاور المرأة. ومعلومكم مولانا حاكم الامر والشور من ديوان الداخليه. خليك بمطرحك ولا تروح لمطرح. ليش لا سمح الله مولانا؟ لا خلاص خلاص، غطينا النظر عن الموضوع، خلاص خلاص. لك يا عالم، يا بشر، يا ناس، يا أمم، يا أنام، يا قبائل، يا مدائن، يا قرى، يا نواحي، يا ضواحي، إنه ما في بالشام رجال واحد ما بيشاور مرته. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا مولاي. إيه عليم الله، شرفتنا وجبرت خاطرنا بزيارتك. كيفك يا طيوب؟ والله الحمد لله بألف خير يا مولاي. وشلون جنينتنا؟ ما شاء الله حولة بتاخذ العقل. براو براو عليك. إلك ولا للديب؟ خسى الديب وميت خسى يا مولاي. ها بدي منك خدمة صغيرة، أنا رايح أصطاد وبدي منك تصحبني. جنابك بتقلي موت باللحظة والتو بنفذ. يعني موافق أنت؟ موافق سيدي، وجاهز فوراً ركضاً أو ركوباً أو سيراً. وبتمنى يا سيدي تتنازل وتاخدوني، لأني سيدي أنا بالسيارين مع عشراني وودود. براو عليك، براو، كتير حلو هالكلام. وأنت الانطلاق يا مولانا؟ بالتو اللحظة. عظيم، خير البر عاجله. تفضل تفضل يا مولانا، تعال. ما بدك تشاور مرتك بالأول؟ عفواً مولانا، ليش؟ مين الرجال، أنا ولا هي؟ قصدي بجوز يكون عم يدور ببالك إنك تروح وتخبرها إنك رايح الصيد معي. لا مولانا، أنا هالشي عمره ما صار معي. المرأة لازم تقعد بالبيت وتنطر رجالها لحتى يرجع، وغير هالتصرف مع النسوان ما بينفع. بس بجوز رحلتنا تطول شي يومين ثلاثة، ها؟ وإن شاء الله يكونوا عشرة يا مولاي. بالعكس، كل ما طولنا أكتر كل ما كان صيدنا أوفر وانبسطنا أكتر. بس بجوز مرتك تقلق عليك يا رجل. معلش سيدي خليها تقلق، بالعكس كل ما قلقت أكتر كل ما كانت حرارة اللقاء أقوى. وفهمكم كفاية يا سيدي، أنا جاهز للانطلاق. براو عليك، براو، بارك الله فيك، بينتك شهم وأبضاي. الله يطول بعمرك يا مولاي. إيه سيدي، أنا عندي حصانين، اختار أنت واحد وترك لي الثاني إلي. معقول هالحكي يا مولاي؟ العين ما بتعلى عن الحاجب. معقول الإجير يختار قبل معلمه؟ معقول التلميذ يختار قبل أستاذه؟ شو هالمسخرة هاي؟ معليش ولا يهمك، أنا انبسطت من صدق كلامك وحرارة لقائك، ومشان هيك أنا عم خيرك مكافأة إلك على رجولتك. هنت رجال رجال، هنت بقى اللي أنا حصان بدك، الأشقر ولا الأسود؟ شبك يا رجل؟ قلت لك اختار لك شي حصان. المشكلة سيدي أنا بحب اللونين، الأشقر والأسود، ما بعرف أي واحد بدي اختار سيدي. اختار وخلينا نمشي. مولاي بتسمح لي بشغلة؟ شو هي؟ بيتنا قريب يا مولاي. ايه؟ وشو المعنى؟ يعني مولاي بتسمح لي روح على البيت بس لحتى أسأل مرتي أي لون بدي أخي؟ السلام عليكم. اهلا يا مولاي. خير؟ شو في؟ في عندكم ضيف، ضيف اجنبي يا مولاي. مين هو؟ رسول من بلاد الفرنج، من الملك شارلومان. خليه يدخل. فليدخل. سلام ملك الفرنج شارلومان إلى جناب والي الشام خسرو دقماط. أهلا وسهلا ومرحبا، تعال تعال عود مشقيتي.
يا أهلين وسهلين ومرحبتين بهالآمة وبهالعين. شو أخبار مولاك بروك؟ مولانا ترودوس داعي جنابكم لزيارة روما شهر زمان. أيمتى؟ حالا يا مولاي، لأنه احتفال تأسيس الإمبراطورية بعد أسبوع ودوبنا نسافر من هلا. إلنا الشرف، بس شهر؟ نعم مولانا. شهر؟ مشكلة؟ وين المشكلة مولانا؟ القصة إنه مرتي صار لها مسافرة شهر سياحة لمرمرة، وعم تتسوق تياب من أنقرة، ويمكن بدها شهر لترجع. ترجع بالسلامة يا مولانا. وين المشكلة؟ المشكلة شلون بدي روح بدون ما أخذ رأيها؟ مو مناسبة. بتلاقيها مناسبة أنت؟ ليش عم تطلع فيي؟ كما تكونوا يولى عليكم. تحياتي دكتور. أهلين دكتور راتب، أهلا وسهلا، تفضل. خير دكتور؟ قال عاوزيني ضروري. صحيح دكتور. بتتذكر جهاز الأشعة اللي تعاقدنا عليه مع شركة ألمانية؟ ايه طبعا بتذكره دكتور، والجهاز لساته محطوط عنا بالمستودع بانتظار الخبير اللي بده يركبه. تمام، والخبير اللي بده يركبه رح يوصل بكرة. عظيم جدا، معناها خلال يومين ثلاثة فينا نستثمر الجهاز ونشغله. ايه طبعا، وعلى هوا ما فهمت من الفاكس الخبير الألماني المستر ليبرمان يلي بعتينه لعنا شغلة كبيرة وحجة علمية ببلده. ايه طبعا اكيد بده يكون شغلة كبيرة كتير، لانه هيك جهاز معقد مو مين ما كان بيقدر يركبه ويعيره. ولهالسبب بدي منك يا راتب تقوم بواجب الزلمة على أكمل وجه. ايه طبعا دكتور، ولو هيك الأصول. وباعتبارك مدير العلاقات العامة بالمشفى ما إلي ثقة بحدا غيرك حتى كلفوا بها المهمة. وأنا جاهز دكتور، وإن شاء الله منقدر نبيض لك وشك. مو وشي اللي بدك تبيضه يا أستاذ راتب، بدك تبيض وش البلد، وش الوطن. ايه سيدي الله يخليك، شو الفرق؟ أنتو والوطن حال واحد. شكرا لمجاملتك أستاذ راتب. في نقطة مهمة حابب أوضح لك إياها. تفضل دكتور، شو هي النقطة؟ هدول الألمان مثل ما بتعرف عند الرفعة مناخير بلا طعمة، وبصراحة أكتر مو شايفين حدا قدامهم، وبينظرولنا على أننا شعب متخلف وبعيد جدا عن الحضارة. مو كلهم دكتور غزوان، مو كلهم، لأنه أنا بزماني اجتمعت مع واحد ألماني بمدينة بريمن هافن. كلهم ولا نصهم؟ مو هذا المهم، المهم لازم نورجيه للمستر ليبرمان إنه بلدنا متقدمة ومتطورة. يعني خلال زيارته القصيرة لعنا لازم يشوف أشياء عن بلدنا ما كان يتوقع يشوفها بحياته. يا هاي شغلة بسيطة دكتور، يعني إذا ما نسيته ألمانيا كلها ما بيكون اسمي راتب، طمنوا. يا عيني عليك، يا عيني عليك، شو بطل. لذلك بدي إياك تضل مرافقه من أول ما بينزل من الطيارة وبيحط رجله بالمطار هيك لحتى يرجع الطيارة. ولا يهمك أستاذ، رح أتبق لك يا فرد بقى. بس إمتى موعد طيارته يا ترى؟ بكرة الساعة 12. أولاً استقبال في المطار، ثانياً الذهاب إلى الفندق، ثالثاً دعوة إلى العشاء بحضور مدير المستشفى. راتب حبيبي، خد هاي الجرافة كثير بتلبق على الطعم اللي أنت لابسه. ما لا شو الجرافيا هي؟ ما لقيتين غيرها؟ ليش شبهها؟ طول عمرك بتحبها. مو المهم انا احبها، المهم مستر ليبرمان يحبها وتلفت نظره. لا، وشو دخلوا المستر ليبرمان بجرافتك كمان؟ ما دخلوا، بس انا بدي اطفي الطفي لهالليبرمان، بدي البس طقم وجرافي بحياتهم وشايفهم لحتى فهموا بطريقه غير مباشره انه نحن العرب مزوقين وبنعرف نلبس. هاتي لقلك، اعطيني الجرافيا الفرنسيه يلي جبتها معي من نيس السنه الماضيه. لحظة لحتى أدور لك عليها. هاي حبيبي. أيوة هاي هي هالجرافيا بالذات يا هن، جد جده لليبرمان ما بيحلم يلبس مثلها. ليش؟ لأنها سينيه وماركة أصلية من أشهر ماركات العالم. صدقيني دفعت حقها 1000 فرنك فرنسي وقطعت عن تمي واشتريتها. بقى احسبي لي ياهن كم ماركة بيطلعوا هدول. هلأ أنت كتير شايفني فاضية لهالحسابات.
هاي الجرافي شرف. يسلم ودياتي. شايفه شايفه دسي دسي شو تقيله. لك تقيله ما اختلفنا، بس حبيبي مو لابقى الطقم اللي انت لابسه. لا لا بالعكس لا تغلطي، عامله تضارب بالالوان بيطير العقل، واهم شيء بنظريات الموضه الحديثه هو تضارب الالوان، ولازم المستر ليبرمان يعرف انه نحن العرب بنفهم بنظريات الموضه الحديثه. مو جماعه هات ايدك والحقني قسما بالله يا هند. اذا ما عقدت لك يا لهالخبير ما بيكون اسمي راتب. وين الكندره الطليانيه اللي اشتريتها من شتوره ولسه ما لبستها غير لبستين؟ طيب لحظه لاعطيك اياها. شلون شايفتيني؟ شلون شايفة؟ تمام. كنت رح انسى بخبر فان. من قالوا برفان بخبي رأيك؟ حي الله، كل البرفانات اللي عندك ريحتها حلوة. أصبح رح بخ من هذا البرفان المكسيكي، هذا نوع جديد اسمه ساريتا مرسيدس، ويمكن لسه ما وصل لألمانيا لحد هلا. هلا أنت متأكد إنه اللي جاي لعندك خبير؟ طبعاً خبير، لكان سعدان. يعني بدك تقنعني انه كل هاي الشياكه مشان تروح تستقبل رجال؟ بدك الصراحه راتب؟ انا قلبي شاككني انه خبيره مو خبير. لا حبيبتي اطمني، خبير مو خبيره، بس هذا خبير الماني مو اي كلام. استناني هون ولا تتحرك من مطرحك. ها؟ عفوا يا استاذ. نعم الوقفه هون ممنوعه. نعم الوقفه هون ممنوعه. روح عنا عمي روح. شو ناوي تبهدلنا قدام الالمان انت؟ لك على الحكي لك. طول بالك يا اخونا، طول بالك شوي. بعد هيك لك شوي بدنا نوقف. بعد هيك مرحبا. اهلا وسهلا. مو حضرتك عم تستنى مستر ليبرمان؟ اي نعم. وشو علاقتك بالموضوع؟ ايش بن مستر ليبرمان؟ انت الخريب؟ انت الخبير ليبرمان؟ ايه انا الخبير ليبرمان. ليشك لابس؟ قصدي الحمد لله على السلامة، نورت البلد. شرفت. اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا شكرا جزيلا. وبتحكي عربي كمان؟ الهيئة أنا بروهو بيجي كتير على الميدل إيست فبعرفك يا عربي. شرف شرف، السيارة عم تنتظرنا برا. شرف تفضل. تفضل. يا أهلا وسهلا مرحبا تفضل. إن شاء الله تكون عجبتك السيارة مستر ليبرمان. إيه حلوة. هي أحسن سيارة عنا بالبرقاب. سيارة ألمانية فول أوبشن مثل ما لك شايف. مدير المشفى دكتور غزوان هو يلي عطى التعليمات مشان نستقبلك بها السيارة بالذات. شكرا شكرا جزيلا. شايف قديش مريحة السيارات الألمانية؟ نحن بالمستشفى كل سياراتنا ألمانية، حتى سيارات الإسعاف ونقل الموتى. شلون ملاقي لي التكييف؟ منيح ولا قوي لك يا شوي؟ قوي العيار شوي مستر ليبرمان، لا تستحي قلي. لا لا هيك تمام منيح كتير. على فكرة هذا المكيف اللي بالسيارة كوري، لأنه المكيفات الكورية يا أخي غير شكل. صحيح السيارة ألمانية، بس نحن لما طلبنا هالسيارات من الشركة حطينا شرط بالعقد أنه تكون المكيفات كلياتها كورية، واشترطنا عليهم كمان يحطوا فيها مجموعة صوت أمريكية. أبو عدنان سمعوا صوت المسجلة، سمعوا. يا عيني شو بيحب يسمع؟ لك خبير ألماني هاد، شو بده يسمع يعني؟ مين جنى وعتابة؟ حط له لويتني هيوستون، هي عالمية، بتحب ويتني هيوستون مو هيك؟ أوكي، أوكي، ويتني هيوستون، ويتني هيوستون. ما عندي شرايط ويتني هيوستون. ولا شريط أورخن شيركة؟ لا والله أستاذ. أصبح أنا رح سمعه غنية ألمانية بتذكره بفلكلور شعبه وبلده. شو رأيك مستر ليبرمان؟
اوكي اوكي. Der Menschens und Gottmenschen, aber der Spiegelfanschen. Ich liebe dich, Fraulein Hansen, Wilhelm den Schicklich Menschen. Der Menschens und Gottmenschen, aber der Spiegelfanschen. Ich liebe dich, Fraulein Hansen, Wilhelm den Dorren Menschen. شايف هالأوتيل مستر ليبرمان؟ شبه؟ هذا من الأوتيلات الفخمة اللي عنا، مبني على الطراز الإيطالي ومصممه مهندس برتغالي، وهلأ عم تديره شركة إيطالية. شايف هالفخامة هاي؟ شايفها؟ كم كم هيراين بيتي كم. Believe me, it's not very expensive. And above all, you will be very satisfied. شايف مستر ليبرمان؟ الموظفين هون كلهم بيحكوا انجليزي مثل البلبل. لا ومو اي انجليزي، انجليزي بلكنة ايرلندية. والروم سيرفيس بيحكوا انجليزي بلكنة هندية. شو بيقولوا؟ Do you want anything else, sir? We are here to serve you perfectly, sir. That's cool. يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك. المستر ليبرمان خبير ألماني، ضيف شركتنا. اهلا وسهلا. هلو. في حجز باسمه ما هيك؟ ايه طبعا دكان. شايف مستر ليبرمان؟ كل شيء عنا نحن العرب على الكمبيوتر، حتى الحجز. مزبوط، في حجز باسم السيد ليبرمان. تفضل هيني. شكرا. بس ممكن الباسبور لو سمحت؟ ايه طبعا طبعا. انت شو بدك انزي؟ داين باسبور. فهمت عليها. شكرا. شكر لك. تفضل. شايف مستر ليبرمان؟ شايف على هالفخامة؟ شايف هالتريا اللي بالسقف؟ هي تريا تايلاندية، الله وكيلك ضلوا الخبراء التايلانديين يركبوا فيها خمس أيام. تفضل تفضل مستر ليبرمان. شايف هالأسانسيرات مستر ليبرمان؟ هالأسانسيرات كلها إيطالية، لا بتخربط ولا بتنتع ولا بتقطش وما لها صوت أبدا. هلا بتسمع بإذنك. بيتي بيتي. ما قلت لي شو رأيك بالغرفة مستر ليبرمان؟ معقولة. معقولة وبس؟ الله يسامحك، بترجاك مستر ليبرمان لا تبخسنا حقنا نحن العرب. طلع منيح، شوف هالفرش كله. على فكرة هالفرش نمساوي، الخشب سويدي، بياضات تخوت صينية، البرادي فنلندية، المخدة تريش نعام من الحبشة. عفوا مستر ليبرمان، يمكن انتم مفكرين انه نحن العرب لساتنا عم نركب الجمال ونسكن بالخيام ونشرب حليب معزه، مو هيك؟ شوف شوف فور جاد سيك مستر ليبرمان، شوف اناره هالغرفه ما احلاها، كلها على الطراز الاوروبي القديم، انتيم خافته مشان الريلابس، والتلفزيون شوفت عينك ياباني، والبراد اوكراني، المكيف كوري، الصابون تركي، السيراميك ايطالي، طقم الحمام هندي، المناشف والبشاكير قبرصية، والشامبويات فرنسية. اوكي اوكي، بس انا الحقيقة هلا حابب ارتاح من الرحلة لاني تعبت فيها كثير، إذا سمحت يعني. إيه طبعا طبعا، ارتاح وخذ راحتك على الآخر، بس لا تنسى مستر ليبرمان، اليوم المساء في عندك دعوة على العشاء، الدكتور غزوان داعينا على العشاء بالمطعم البلقاني. اوكي اوكي، أليس فاشتين. على كل حال راح ابعتك الشوفير ياخذك الساعه 9. مين الساعه 9؟ يا زيبو. اوكي مستر ليبرمان، اوف ويدر زين. او ماي دارلينج، او ماي دارلينج، او ماي دارلينج كارولاين سيفري بري. لوين يا مهون؟
عازم الخبير الألماني على العشاء. وإنه شو قصة الخبير الألماني؟ والله لو عازم كلوديا شفر على العشاء ما بتتشيك كل هالشياكي. سبق وقلت لك يا هند إنه لازم نظهر بمظهر لائق ومتألق وحضاري. إيه بس هذا المظهر الحضاري زاد عن حده كتير، وأنا بصراحة بلش الفار يلعب بعبي. هلأ بدل ما يلعب الفار بعبك تعي دوري لي على أنينة البارفان البلجيكي. ليش هذا البارفان اللي حاطه شو؟ صحيح والله نسيت اني بخيت برفان نمساوي. لك يلا ستي البلجيكي والنمساوي نفس الجودة، كله اتحاد اوروبي. شفتي لي وين حاطط علبة السيجار الكوبي كوهيبا؟ بدي اخدها معي على السهرة. حضري لي اياها الله يرضى عليك. راح شوف حالي عم برايش شوي. شايف شو في عنا اصناف اكل ببلادنا مستر ليبرمان؟ ببلادكم؟ يلي بقصده شو ما طلبت بتلاقي. خد هالطاولة يلي قدامك مثلا، السمك اسباني، القريدس تايلندي، الخبز كندي، الكاتشب يوناني، الرز صيني، البهارات هندية، الكافيار روسي، العجة تركية، الشوربة كازاخستانية، اليلانجي شيشاني، حتى الفواكه مستر ليبرمان كمان مستوردة، التفاح امريكي، الموز صومالي، الأناناس حبشي، كيوي استوائي، مانجا أنغولية، لوز إيراني. مد إيدك أخي ليبرمان، ليش ما عم تاكل؟ كول؟ ناين ناين، داس إسكنوك، أنا أكلت، خلص. أصبح شو بتحب تشرب مستر ليبرمان؟ طلب بتمنى، هون في عنا أي مشروب بيخطر على بالك. أوكي، مثل ما بكون، على ذوقكم. طيب، شو رأيك بالباندو موندو؟ لا اوه تقيل على معدته كتير. لا يا زلمي خفيف مهضم هاد. عفوا بس شو هاد باندو موندو؟ الله يسامحك، معقول مو سمعان باسم هالشراب؟ معك حق، بجوز لهلأ ما وصل الباندو موندو لألمانيا. هذا يا سيدي شراب، شراب استوائي بيطير العقل. هلأ دو متر أحمد. أيوة. الله يرضى عليك، بدنا ثلاثة باندو موندو. شكرا. وسط لو سمحت. على هذا دايجستيف. اخسو. شو صار مع الخبير بعدين؟ لسه ما خلص تركيب الجهاز؟ طيب طيب خليك معه لحتى يخلص. الله معك. شو مضيع قلت لي؟ برغي، بس مو حيلا برغي، برغي خاص بهالآلة. ايه وبعدين؟ دور عليه كتير وما كان يلاقي. والعمل؟ والعمل؟ والله ما بعرف، المستر ليبرمان عم يقول انه هالبرغي ضروري كتير وما فينا نشغل الجهاز بدونه. لك يا اخي انزلوا معه على السوق واشتروا له البرغي اللي بده اياه، ما معقولة ما تلاقوه. بعتنا مدير المشتريات على السوق واخذ معه قياسات البرغي مطلوبة، بس ان شاء الله يتوفق ويلاقيه. لك يا سيدي بلاقي بلاقي، يعني معقولة بكل البلد ما نلاقي شقفة برغي؟ مستر ليبرمان شوف لنا هالبرغي بيشتغل معك؟ عظيم، هذا هو القياس المطلوب. عظيم كثير طمنتني. بس ما بيشتغل معي. ليش؟ لأنه سيني. ايوه. طيب شوف لي هالبراغي هدول كلهم على نفس القياس بيشتغلوا يا ترى؟ هاد تايواني ما بيشتغل معنا، وهاد انجليزي كمان ما بيشتغل معنا، جنوب افريقي ما بيشتغل، هاد ماليزي، هاد ايطالي. اجبنا مستر ليبرمان، يعني من كل هالبراغي ما عجبك ولا برغي؟ مستر راتب، هذا جهاز الماني، يعني لازم كل شيء يكون فيه الماني، ونحن خبراء المان، يعني لازم كل شيء يكون الماني، حتى البراغي، كل شيء 100%. يا حبيبي، كله شقفة برغي، دبره كيف ما كان مستر ليبرمان، دبره. مستحيل، ما بيصير،
نحن ألمان ومنحب كل شيء يكون شغل ألمانيا. ألمانيا يعني ميد إن جيرماني. شو هالحكي؟ ومنين بدنا نجيب له برغي ألماني؟ شو بعرفني؟ الله وكيلك برمنا الأسواق كلها، وإنه كنا نلاقي برغي ألماني عبس. لا تتعب يا دكتور. طيب والحل يا أستاذ راتب؟ والله يا دكتور غزوان ما في غير حل واحد قدامنا. هات لشوف شو هو؟ لازم نبعت فاكس على ألمانيا ونطلب البرغي حتى يبعثوا لنا إياه بالشحن الجوي. بس هالشغلة بتكلف وبتاخد وقت. طيب شو بدنا نساوي؟ ما في غير هالحل. لا حول ولا قوة إلا بالله. العمى بقلبه لهالخبير الألماني حشرنا بخانة اليك. فظاعة. شو عنيد وراسه يابس. شايف دكتور؟ خلص ماشي الحال، ابعتوا فاكس على ألمانيا. حلوة والله نوقف جهاز طويل عريض مكلف ملايين من شان شقفة برغي. ايه بس برغي ألماني دكتور. اطمن مستر ليبرمان، بعتنا فاكس على الشركة الألمانية وطلبنا البرغي. ايه كويس كثير. وشو جاوبوا؟ قال خلال 3 أيام بيكون البرغي عنا هون بالشام. ممتاز كثير مستر راتب. ممكن تطلب منك طلب؟ ايه ولو تفضل، بس اوعى يكون بدك شيء برغي ثاني. ها لا 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 ابدا، بس هيك انا عندي فضول اني اعمل جوله بالمشفى وتعرف على اقسامها والتجهيزات اللي فيها. ايه على عيني وراسي. هلا بنعمل جوله وراح تشوف بعينك قديش المستشفى متطور وقديش في عنا تجهيزات حديثه. شرف معي اذا تريد. ايه استاذ راتب، خدوا على غرفه العنايه المشدده وخليه يشوف بعينه الاجهزه المتطوره يلي عنا. لك حاجه بقى شايف حاله علينا؟ لا شو قال بده يحط على عيننا وحده بقصة هالبرغي. شوف مستر ليبرمان، هالغرفة هي من أحدث غرف العناية المشددة بالعالم، ركبتها شركة فنلندية ومو ناقصة شيء أبدا. وهي عندك مثلا جهاز الإيكو هداك، جهاز فرنسي متطور جدا وملون، وجهاز القلب هداك أمريكي هاي سنسيتيفيتي، وهداك الجهاز ياباني تركيب كوري، وهداك تركي، وهذا هون ألماني من عندكم، وهداك تجميع دول الاتحاد الأوروبي. عفوا مستر راتب، بس ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل ولو مستر ليبرمان. يعني أنا حابب شوف شيء صنع سوريا، يعني شيء محلي بهالغرفة. ما في شيء محلي أبدا بهالغرفة؟ شيء محلي؟ والله يا مستر ليبرمان ما بعرف شو بدي لك. يعني شو الواحد هاد من عنا. ما في غيره.